حكيت طبيب عشق في المريضة تاعه ودار المستحيل باش يداويها وباه ما تموتش وكي ماتت صحفت بجوتها تاعها لمدة 7 سنين. زاد الطبيب كارل تنزلور في 1877 بالألمان وفي 1920 تزوج وجاب زوج ولاد وهاجر بيهم لفلوريدا بالأمريكان. وكي طلعت بيه ولقى منصب عالي في مستشفى البحرية الأمريكية تخلى على العائلة تاعه وبدل اسمه وقلبه كونت كارل فون كوزان. واحد النهار دخلت واحد الطفلة زينة تهبل هذيك المستشفى اسمها ماريا ميلينا ميلاكو. كيما شافها الطبيب بعد عشق فيها. الطبيب هذا كي كان صغير كانت عنده أحلام اليقظة، كان ديما يتخيل فتاة الأحلام تاعو شعرها كحل طويلة زينة. كيما شاف ماريا شبهها ديغاكتومون فتاة أحلامه لدرجة أنه سيبون حط روحه بلي يلقى فتاة أحلامه وفارسة أحلامه وبلي هذيك هي الحب تاعه. هذا اللي نقولوا له حب من النظرة الأولى، يعني القدر جمع كارلز فتاة الأحلام اللي كان يحلم بها كي كان صغير. ولكن للأسف أحلام كارلز ما تحققتش كاملة لأنه ماريا كان عندها مرض السلب، ومرض السلب هذاك الوقت مرض خطير بزاف يعني يقتل. دكتور كارلز دار المستحيل باه يداوي ماريا، وصل به الحال أنه يخدم دواء سبيسيالمون لماريا به غير ما تموتش. وبطبيعة الحال اعترف لها بحبه وكان في كل مرة يروح عندها يدي لها لي كادو ويدي لها الورد، يحب ديما يطلع لها المورال. بصح في اكتوبر 1931 استسلمت ماريا للمرض وماتت. وتالما كان يحبها بزاف طلب من العائلة تاعها انهم يخليه وهو اللي يشري لها الضريح. بطبيعة الحال شري لها ضريح غالي جدا وخلى مفتاح الضريح غير عنده. من وراها ولا كل يوم يروح يزور ضريح ماريا، والمهمة تاعو هذه المرة انه يدير المستحيل باه يحافظ على جثتها كيما هي، يعني ما يخليهاش تتحلل. وصل به الحال انه دار مختبر في دارو، سرق هذيك الجثة وداها لدارو وكان كل يوم يدهن لها وجهها بشمع، دار لها عيون زجاجية، ركب لها شعر، وكان كل يوم يخرج يشري لها حوايج ويشري لها الروايح، وعلاه باه يحافظ عليها ويتخلص من رائحة التعفن. وفي 1940 راحت أخت ماريا زارت الدكتور كارلز في دار. كيما دخلت تفاجأت لقيت تمثال يشبه الأختها. لهنايا هي وش راح دارت؟ راح عيطت للشرطة. الشرطة غير ما جاو عرفوا بلي هذاك التمثال ماهوش دمية بل هو جثة حقيقية تاع ماريا. اعتقلت الشرطة الدكتور كارلز بتهمة سرقة القبور، والناس الكل في المنطقة سمعوا بالحكاية وتعاطفوا وغاضب بزاف دكتور كارلز. وجثة تاع ماريا داوها للقبور وكانت الناس تجي وتشوفها. من وراها هذيك الجثة داو دفنوها وما قالوش وين. من وراها الدكتور كارلز كمل حياته وحده. وفي 1952 مات الدكتور كارلز وما فاقوش به حتى فات 3 أسابيع على الموت، وفاقوا به بسبب رائحة تعفن الجثة.